أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب اللابن يا آيات اللحذن إياكوبات أو سورة هود كمذا وعن سوق أرني عشر كاني لبب قل إيا سغاشن إيا سديدات أنقو كده حجرنا سورة دي كوية وناذو قرآن كمذا وإلهي نوغسو ورهما يقصص دي سورة تنلوسو شيقايي waanu ka soo baxnay qisadii koobaad oo nabiyullaahi nuux iyo qoonkiisi iyo qisadii labaad oo nabi huud iyo qoonkiisi adara waxaynu galeynaa nabi saalix iyo qoonkiisi oo reer samuuda ayaynu halkan ka galeynaa waxaana la yiraahdo caadkii labaad ayaa la yiraahdo caadkii hore waxa uu ahaay qoom huud ayuu ahaayo inuu ka soo baxnay ilaahi huud subhaanahu wa ta'ala wa ila samuuda wa arsalna waanu dirnay إلى ثمود رير ثمود أخاهم ولا الكود أيام أدرني صالح النبي صالح هاي قال وحير النبي صالح يا قوم قوم كيف يو اعبدوا الله إلهي عابده أو إلهي وحيدة ما لكم إذن ما سنسغنان من إله إله غيره إلهي غير كيس إذن ما سغنان هو الله أنشأكم الله إذن كأما مضيوي من الأرض أهلذا واستعمركم الله إذن كعمروا فيها في الأرض أهرض الأحداث فاستغفروه الله أسكر دافد ويدية ثم بعد إذا توبوا النقض إليه إلى الله إليه حقيسة النقض إن ربي ربي جيق قريب مثل أوي وخلق قيس علم قيس ودويه مجيب أليه أجيب ويقفك سؤاش إلى يحول سبحانه وتعالى وحان درني نبي الله صالح أيان درنو له إلهي وأرسلنا ذا لو قدرى وعطف قصة على قصة قصوين كان ويكعد فيهن ولقد أرسلنا نوحا يكعد فيهن مرك هذا النبي ثمود وهوي رسول كي سدحات أو مركز هل كان أينو كجلي نقص ديسا أو إلهي سبحانه وتعالى أمدان وأصو دري سيدا مركز إلهي معجسة أسية إيه وحو كل هذا يوحي ليه الدونان إيه هلاك قدام بين إلهي وانوشي غيا qoladan loo diray oo reer samuud la yiraahdane samuudku waa haweeye qabiilada aabaheedii jadkeeda hore waaye sida maaratay reer caad basaas u ahaayeen magaciisa ayaa lagu magacaabay maxay ila magacaasa mashhuur ahay nabiyullaahi saalix iyo markaasi samuudka waxaa u dhaxayay 5 jad ayaa u dhaxayso 5 oday ayaa u dhaxaysa nabi saalix iyo maaratay نبي هود نوحا أدحي زمنك بقول سنة أدحي ساليري وهل قرنك بعدي أيال سبحي نبي الله صالح نبي صالح أدويده كن ولا إله كو علم له اللبا بقول يسديت سنة يكون ولا ياليري إلهي مركا وحوده وحانو درني إله سمود هير سمود وده إلهي أخاهم ولا الكودة ولا الكادة ميشان سيدان ربا أصوامر نبي هود حق قبيلة أيال لقوة حق مركز الدين توحوية ولا الكل ما أهين
محايل عيقو مركز داد كفارة او إلهي غير كيس عابودي هاي صالحة نود إلهي النبي صالحة هاي قال وهو لمركة أنبياء إلهي رسول شمرك الله ديره وها أوقه الرئيو دادك أشيغان لو ديره كفارتها وإلي توحيدك أشيغان محايل توحيدك أستقع وحوال بأساس وهدي أن توحيدك لهلين أون إلهي سبحانه وتعالى أن لو وحيدين وحا كلام تود وح لو قدسا ملها ووحان أساس لهين نقون أيان يا قوم قوم كيغيو أيو دهي اعبد الله إلهي عابدا بمعنى وحا وي وحيدوه إلهي وحيدا ما لكم إذين ما أوسن سغنان من إله إله إذين ما سغنان غيره إلهي غير كيس إذين ما سغنان من إله غيره نواجر تو إله المركز وحا وي لقص فايو سيدنا سعد اللي وبدنيها من إله إله إذن ما أوصل سجنان كبدل المركز غيره إله غير كذن ما سجنان الله إله أن هين مله دين الله نواصلة تنو هو الله أنشأكم الله إذن أبو روي خلق جينا أيو إله كبر لابي من الأرض أخلده خلق جان أخلده الله كبر لابو وشيء جايو وهو كود به آدم أيا أخلده الله أبو روي أسرع أيا نمركز أساس أه بني آدمك أسجى نصل لجؤه أرلاذ مركز أيام لغبور مباشرة أما أرلاذ لفت الخوض أيجنا والله أبور لكن سوى صداوي أرلاذ مركز مباشرة أبونا آدم أيام لغبوري بني آدم كان وحالي لسوى صدا وأدع كرتاه أثر أيام صور ورتي أو نطفة مركز مندة إنسان كمركز النوع عيسى منيدي سوحا وي وحي كتمادا ارلدا اي كتمادا مخايل ارلدا سوح كيميداي نباتات كاي ماركاسي سمارتا ايو وخا ايي زروعدا او عنايو وخ كدشه وي ادي كلانتود وخا ليهي سدا اثر سو ارورتي صحيحه انسان كميشا ماركاسي قبرغيسا لا دغايو قبرغيسا ميشا اردون كلا دغايو ميشا سايا وخا وي خره لغا سو قادا markaas ayaa manida insaanka markaas lagu dara kolkaas ayaa insaanka laga abuura meeshi markaas hadhow caradiisa laga soo qaada ayaa godkiisa markaas uu noqono qabrigiisa uu noqonaya wasta'marakum ayu dhahay alla waidun ku amiray fiha fil ardh arada dhaxdeeda oo imaar ayu idin kaga dhigay ilaahi subhanahu wa ta'ala askunaysan fastaghfiruhu allaha asdaafid waydiye oo macnaha ka soo noqdo shirkiga weeye ثم بعد هذا توب ونقض إليه إلى الله إلهي ونقض داع الله إما هذا أو مركز شركة لغصوه نقض إلهي سبحانه وتعالى الوحيدين هذا نداع الله إما هذا إنت أسكالية مركز إليه سكهاري ما يهو حال الرواة إن داع الله لي ما هذا دنوبتك فوق ومستقبل كصوص عطا كهروي مركز دنوبت إن ربي ربي غيب أيوه قريب أليه دوي إلهي خلق إيسا أيو علم إيسا أقدوي هاي مجيب عليه أجيب أيوا يو الله أن إذن كوي يراي أو إذن كان عليه نيا الله هاسوي قرب كان قرب مكان أيا لجودا وحف على جودا معناه وحوي إلهي قريب خلق يس أيوه قرب أو معنوي وي أو هذا إلهي إحاطة ما لغصاك وبيه جه إلهي وأكن زهية وقفك وهو جدوي هاي إشي سنور كذا أيوه جدوي هاي iya samciga markaasi dhigta ayuu gaga dhaw yahay iyo lamsiga oo jismiga la taabto iyo sanka imaaratay uruskiisa uga dhaw yahay Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa tawda ilayhi subhanahu wa ta'ala hadana ilayhi subhanahu wa ta'ala qofki su'aash oo wax weydiista Allah subhanahu wa ta'ala wa ajiba hawda hadalkaas fiican markuu u dhahay waxay ku jawaabin sidata qalu waxay yiraahdeen oo ilaahay ya salihu salihu قد حقيقها كنت وحد هاتي فينا أنك بحذين مرجوا من اللي رجينا أيوه وعن الرجينا إنا إنا السيد نغطيان كو رجينا إنا يوض أنك بحذين إن مقام كجوغا نغطي قبل هذا مت كان هرتي سيد هذين وحن هذا كاسوف لي أو مركز التوحيد كان يوحى أشياء سيدة كهر وحوي نن أو أنوارتي رجيهين أو مركز إنو مضح نون نغضاء نرحب مأيات هذي لكن هذا واضح ما تي ليه المرة ذات وحان لتهم ذي مركو هاي رادين يا صالح صالح قد حقيقها كنت وحاد هذي فينا أنك نحذين وحاد كوه هذي مرجوا مدل في جينا
قبل هذا مت كان هرتيس أو كايمدي وحيابها كاسو فلي كهر نما نرجيه إن عياد هذي وهو مركا كسوف له حواي نهيهم عن عبادة الأوصان أصنامتان يعبدين وكرهبايو وني آذن كاو حادقا كيسو يهي شيق معاصدة هو كنحجره مركا أتقو تاغير سنتاي مركا سوكو جعليه مركا سوكو أمانيا مركا سوكو شيك شيقيا لكن وحا هو النفس جيسا هو بعد الكاو رعسين يهديات كهر تماضو وحا هو يوائسك هوري مانيسين وحبونا كاشيقيا أتنهى نعم وحاد نقرهي بيسهي رهدين أن نعبد إنا نعابدنه ما كي يعبد أي عابد هايين آباؤنا آبايو غين أتنهى نعم وحاد نقرهي بيسه أن نعبد إنا نعابدنه ما كي يعبد أي عابد هايين آباؤنا آبايو غين وأصنام شيقان مركز أي عابد هايين وأصنام تاه ويكسو قارين آباء دودي أول لقف ريبا يو أيا الشيء آدي آد مارتيا أولا وين أو يبعيد سنيان عبادة دي مركاسي آباء ذين أي خص سناجرا ونقن كوحل إلى هذا ضدك وحوية وحيا ونقم هاي هاي استاناجرا أو شريعة كسوهر جيدة أو ما أنت كجوغة هدي إلى هذا أي آدي آدو قو أدكته لكن نقن كوا دينت أو خلاف سيها ولقتغيا والوهل أكسميا معايا لوح أو شيء دان جديه وايا وإننا نقوم بإرادين لفيه شك شك أيان وغصو غنهي مما كي تدعونا أدنو ييريسي إليسا حقيسا مريب أو شك وحسير وإننا نقوم بإرادين وإننا نقوم لفيه شك شك أيان وغصو غنهي مما كي تدعونا أدنو ييريسي إليسا حقيسا توحيد كالأدنو ييريسي أو أدن الليدي أصنعمتك التقى إي إلهي وحيد أدليدهين شك وانك قبنا مريب أو شك وحكسير إذا هدنه موقع في الريبة وي شك وحكسير بأيانه فقبنا سي مركا هندا سوفه غيسانا يبال أفيري مركا وصف لشك وي مركا مريب تانو وعوايا إسناد كانوا مجاسي هل انتا سانو كقبنا هيدهن هذا الكامر كي يرهدين قال وحور نبي الله صالح يا قوم قوم كي يو أرأيتم أخبروني بل إيقوا رما إن كنت هديانا هذي على بينة حجة كرك هذا متكسوغا أو من ربي حق ربي كتم ذي واتاني ربي قنو أغسيي منو حقيس رحمة حديث أغسيي فمن كيبا ينصرني إيقر قاري من الله إلهي عذاب كيس إيقر قاري إن عسيت ربك هديان عاصي هذا نبي الله صالح أسقو وركو ذي كجوابي يا قوم قوم كيقيو أرأيتم أخبروني بل إيقر ورحمة إن كنت هدي أن أحي على بينة بينة كرك هذا متكسغان أو حجعب أن أحيسته أو من ربي حق ربي كأهاتي أو حق إلهي إيقاتم ذي وآتاني ربي قنوه وغسي منه حقيس رحمة النحريس غسي ونبي نما غسي بل كور رمع أنت أساسا جستيوي أذن كنا مقربنا إساني فمن كيبا ينصرني إيقر قارا يؤقر ريبايا من الله ملافا لوسو قدريا من الله أي من عذاب الله إلي عذاب كيسة إن عسيت هديئا عاصي ولعل هدي بعضه إن معصي قد عذوه يعني وحاوية تاس مستحيلة بكت معاصي أنبياء إلهي إيه رسوشة صغيرة إيه كبيرة إن تاس بك دعم يسوي قبل النبوة وبعدها فما تزيدونني إي زيادة ميسين أو دهي غير تخسير خسار غير كيد إي زيادة ميسين فما تزيدوني إي زيادة ميسين أمرك أدي أمريسين إلهي غير كيس إن أنمارتي أن عابده غير تخسير غير تضليل وي باديين غير كذا إي زيادة ميسين وحد إي زيادة سي وأم بادي وي وهذا مركز أنا وإذن راع معناه هو كوضع رسولك إيغا خبره إي شاقة هدي أن بينا قصو غنه نبي النماء أن هايستو حق الله أن كهيستو أحد مجراني يغريبا يا عذابك إلهي أضاء إذن راعوي أو إلهي عاصي مركز الدية على عاصينا خاسرا نقونيا أو الله يعي وحي إلهي وسيو حقه هدي إلهي حقه سيئي أو إلهي وحكو باري إن أددك بادلك كرة على مأهن وإن أتكلي حتاوي مركز أزوه له وهل رأيت نبيا صار كافرا والموحد أركتين نبي أو قال نقضي هذا ورك أن التنزل واي أيقو حوغا أسود
oo dadka sidoodaba tanaasul waa loo sameeyaa wax waa la fahamsiya haddana wuxuu dhahay nabiyullaahi saalih waya qoomi qoonkiigiyo haadihi middatanu naaqatullaahi ilay hashiisi weeye aayatan xaalay taatii aayad ah oo lakum idinka idin sugnaatay fadaruuhaa ka taga hasha ilaahay ta'kulha cuntee fii ardillaahi ilay ahladiisa ha cuntee walaa tamasuuhaa hashaasa ku taabana bisuu'in xumaan ha ku taabana oo fayaakhudaku markaasoo idin qabto cadaabun cadaab oo idin qabto cadaabkaasoo qariibun oo dhow marka hadalka kan marka uu leeyahay nabiyullaahi saalix saan meelo kalena qur-aanka uu tegi doono waxay ka dalbeen aayad ayay ka dalbeen mucjisay ka dalbeen waxayna uga dalbeen hal inuu ka soo bixiyo buur ay ayagu cayineen oo buurta halkaas ku taala hal ka soo bixi yiraahdeen hal cushara ah oo wabara ah ka soo bixi yiraahdeen oo xamligeedu markaasi 10 bilood uu yahay oo markaasi bila dhammaysatay sayn badanna laho aan markaasi ka guranna saynta naaqatan wabaraa cushara ay yiraahdeen ilaahay ayuu baryay nabiyullaahi saalix markaasaa buurtiyaa foolatay sida haweenku u fooshaan markay dhalaayaan waxaa ka soo baxay markaasi hal ayaa ka soo baxday sidii ayagu isifiinayeen waa lagu fidnaynayaa hashi isla markii bay dhashay oo fasiil ay dhashay oo nirigay dhashay oo qadarkeeduna xagga jusada oo ayada markaasi uu shabahayo hasha marka fadaruuha ayuu dhahay haadihi naaqatullaahi ayuu dhahay ilaahay hashiisa weeye idaafadan waa litashriif weeye oo waxaa laga wadaa axad hadda markaasi ay khaas ku tahay ma jirto hashaan anaa la sheeganaya marka ilaahay wuxuu waxa uu dhahay nabiyullaahi saalix wayaa qoomi qoonkiigiyow haadihi middataru naaqatullaahi ilaahay hashiisa weeye aayatan xaalay taatii aayad ah oo lakum idinka idin sugnaato aayo oo aayad mucjiso ah ood nabinimadeyda aad ku ogaatiin ayay idin tahay markaasuu dhahay haddana fadaruuhaa ka taga hashaan ilaahay taakulha cuntee fii ardillaahi ilay ahladiisa cuntee hashaas ha isku taabana u dhahay dhulkan ilaahay ha iska daaqdo fadaruuhaa ka taga u dhahay hasha taakulha cuntee fii ardillaahi ilay ahladiisa ha cuntee walaa tamasuuhaa ha ku taabana hasha bisuu'in xumaan ha ku taabana oo waxa weeye caqri inaad boqon goysiin oo aad wax u geysatiin iska ilaalisho dha taas waxa weeye hoogaa idinka raacaya cawska iyo nabaadka iska cuntee iska daaya waxaa hadalka ku soo markaaba iktifo watashrabuu min maa illaahi yaa ku yirtay ilaahay biyihiisa la iska cabteen waa sida saraabiila taqiikum ulxar oo kale walbardana waa ku jirtaa marka arrintaas ayuu kala dardaarmay walaa tamasuuhaa ku taaban u dhahay bisuu'in xumaan oo fayaakhudaku markaasoo idin qabto cadaabun cadaab oo idin qabto cadaabkaasoo qariibun oo dhow haddii aad boqon goysaan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu kala dardaarmay ma aysan yeenin facaqaruuhaa way boqon geeyeen u dhahay ilaahay hashi markaasi way boqon gooyeen faqaala dabeedna wuxuu dhahay markay arrintaasi dhacday oo hashi la dilay tamatacuu raaxaysa iska noolaada fii daarikum daarihiina 3 ayaamin maalmayaal oo 3 kabacdina waa laydin halaagayaa dalika arrinkaasune wacdun yabooh weeye wacdigaasoo kayru magduubin mid lagu been sheegayo kayrkiisa oo meel lagu sheegayn ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala facaqaruuha hashi way boqon gooyeen waxaa hashaas dilay nin waladusinahayo wacal ahay oo la dhihi jiray qidaar binu saalif la dhihi jiray ninkaas ayaa dilay hadda ka horna waan soo marnay meelo kalena insha allahu tacaala waa ugu tegi doonaa ninkaasaa dilay labada lugood ayuu seefuga garaacay hashi markay dhacday ayay gowraceen hilibkeedii bay qaybsadeen qidaarkaana markaasi ashqal ashqiyaai waay ummadihii hore midka ugu shaqaysan sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye ashqal ashqiyaai weeye waa markaasi ashqal awaliin weeye ummadihii hore midka ugu shaqaysan hasha nabiyullaahi saalix oo mucjisada ninka dila waay marka ninkaas wasadihiisa meelo kalena waa kusoo marnay nin waladusinahow ahay oo aan khayr lahayn ayuu ahay sida qaalibka waladusinuhu khayr balaha sababtoo ah wax xumaan wax xun ayuu ku dhasho mani khabiisaa wixii ka dhashaahu khayr bab ma khayr laha isla markaasna waxaa calaamo u ah sida qaalibka inay diinta kasoo horjeedaan oysan maaragtay diin laawayaal ay yihiin marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala
markay arintaas dhacday ayaguna markaas xaalay ku yihiin hadda ninkan hadii waxa weeye asaga kaligiis uu dili lahay arintu asaga ku koobnaan lahayd laakiin ayaga xaalay ku ahay ayagaana u diray marka mar hadii dadku dad dimbi ay gelaayaan oo kale dhexdooda jooga ay raali ku yihiin isku dambi bay noqonayaan shuumigi dambigaas ka dhasha kulligood waa wada camimaya arrintaas markay dhacday nabiyullaahi saalix waxa qabsanaya u sheegay isagoo u goodinaya marka faqaale wuxuu yiri u dhay ilaahay tama tacu raaxaysta hadda meesha raaxa ma taale waxa weeye waa maarataya tabkiid ayuu ugaga dhigaya goodi waaye iska raaxaysta ahay ofl leeyo markaasi cadaab ku jira waaye tama tacuu raaxaysta u dhahay oo iska macnaha noolaada weeye fii daarikum daarihiina ku raaxaysta halaasata ayaamin maalmayaale oo saddexa saddex maalmood ayaad noolaahaysiin u dhahay kabacdina waa laydin halaagayaa hadda waxaa la yidhi saddexdan maalmood maxaa loogu kaadiyay nimankan arintaas ka dambaysa ilaaha ku cilmi leh waxay culimmadu yidhaahdeen hashaan waxa weeye nirigti ay dhashay hasha nirigta ma aysan dilin hashi bay dileen nirigta ayaa markaasa hooyadeedku kor ooyeysaa la yidhi saddexdaas maalmood markaasi markay hooyadeedku kor ooyeysay kabacdi dhagixi markaasi hooyadeed ka soo baxday ayaa isfuray halkaasay gashaa la yidhi meeshaasay ilaahay ku rafciyey marka sidaas ayaa markaasaa loo baaqi yeelaa la yidhi hashaana waxa waaye calaamaatu saacahay ka mid tahay oo cinda qurbi qiyaami saacatii soo baxaysaa waidaa waqaca alqowlu waa ku tegi doonaa suuratu namli haddii leh aakhirkeeda waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum ina annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daabadaas waa ku tegi doonaa waana hashi nabi saalix ee fasiilkeedii waaye markaasuu dhahay saddex maalmood noolaada ayuu dhahoo daarihiina ku noolaada kabacdina waa laydin halaagayaa saas ogaadow dhahay haddaaba arrintaa aada samayseen marka maxaa calaamaa ayay yidhaahdeenaa la yidhi oo inaanu halaagsamayna lagu ogaanaya maalinta koowaadow dhahay wejigiinna weji boorboor hau noqonaa waa booraabayaa maalinta labaadna wejigiinna waa gaduudanayaa hau dhahay maalinta saddexaadna wejigiinna waa madoobaanayaa kabacdina waa laydin halaagayaa arrintiyaa dhacdaa la yidhi mar walba wejigoodaa si soo noqonaya si soo noqonaya markaas waxay yaqiinsadeen in markaasi arrintu halaag ay joogto daalika kaasou dhahay wacdun wacdi weeye wacdigaasoo kayru magduum mid lagu been sheegay kayrkiisa waqtigaa la gaara marka ilahay wuxuu yihi falamaa goortii jaa uu yimid amrunaa amarkayni halaagga uu yimiday oo saddexdii maalmood ay dhammaysteen najaynaa waanu korinay saalixa nabi saalix iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa afar kunay ahaayeenaa la yidhi biraxmatin bisababi raxmatin naxariis sababkeeda oo minaa xaggayna ka aatow dha ilaahay wa min khizi yoomi idin yoonkaas oo kaase hooggiisa ayaanu ka korinow dha ilaahay falamaa goortii jaa uu yimid amrunaa amarkayni halaagaynow dhahay alle najaynaa saalixan nabi saalix waanu korinow dhah ilaahay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu micigiisa rumeeyey dadkii mu'miniin ahay iyo isagaba waa la koriyey sida hadda aanu maaragtay nabiyullaahi huud iyo qoladiiba aanu kusoo maraynay haddana ilaahay waxaanu ka korinow dhah ilaahay wa min khizi yoomi idin amba yooma idin yoonkaas oo kaase hooggiisana waanu ka korinow dhahay alle ina rabbaka rabbigaagu huwa alqawiyu allihii taag badan weeye alcasiisu allihii qaalib weeye sidaas ayaa markaasaa lagu halaagay cadaabkii noociisii baa marka ilaahay noo sheegayaa wa akhada aladiina kuwa waxaa qabtow dhahay alle dalamuu dulmiga falay asayxatu qaylo ayaa qabatay nimankaas waxaa ku dhacay sayxo oo macazalzala ah oo dhulgariirna waa lagu diray markaasaa quluubtoodiyaa go'go'daa layidhi malakul jibriil ayaa samada uga qaylshay markaasay waxay maqleen shay kastoo adduunyada yaalo geed iyo wax kasta oo wada sawdaynaya dhammaantooday dhinteen marka sayxadu markay ku dhacday dhulgariirna waa ku dhacay oo ilaahay subxaana cale alla waxa dhulgariirka iyo duufaanta iyo waxaanoo dhan waxa ay ka dhalanayaan dad ilaahay cale alla ku dhacday weeye oo maaragtay dunuubtoodu iyo macaasidoodu ay bateen ayaa markaasaa lagu ridayaa marka alla wuxuu dhahay sayxo ayaa qabatay fa asbaxuu dabeedna waxay ahaadeen
في ديارهم دارهود دحود وحي كو اهدين جاثمين وجل بكودوداي اهدين باركين على الركب ميتين جرع بالك الى مركو دنتو كاله سيده او يحي او كالنتود اي دارهود كو نودين فاصبحوا دبنا وحي اهدين او دحي الله سبحانه وتعالى في ديارهم دارهود دحود وحي كو اهدين جاثمين وجل بكودوداي اهدين سفول حما اي او دنتين او ايغو مركاسي جلبها هي مركاسي لو يدا اسكو هايا ايا مركاسي ساسي كو دنتين فول حمدا او مركاسي جلبي ساسو يالين غركينا او مركاسي جلبها او ساري او ساس فدغاس او مركاسي فول حمدا اي او دنتين ساسي او دنتين مركا هدا ادويدي مخاي كدهفين الهي خوري كالم يقنو انتان مخففه من الصغيره واي اسم كيدا محذوف وعا مركاس معنو هي كانهم واو ايغو لا تو او الهي لم يغنوا ايغون كنغان فيها داره الهي عذاب كيسه مركو ييمد وهي كدغناتي ويليغود با ايغون داره اسكو نولين سببتو واه وهي نولل او مركاسي عذاب او كدنبهيو واخ ما تاريميس قف كان ادو واخ كسراحايستو او تونتو مركي الهي عذاب او كينو اما سغيرو او تيمادو وخي او كنولا جيرا واخبا اسون البرقس جوجنو كلا اي نكونايسا إلهي مركز حودي كألم يغنوا وابا أيغون كنغاني فيها دارها ولغود با أيغون كنغاني كدغانتا ألا هوي إن سمودا هير سمودو لأي ألا كفروا ربهم ربي غوضي كفريان ألا هوي إن سمودا سمودو لإلهي كفروا ربهم ربي غوضي كفريان ألا هوي بعدا فقاشو لسمود هير سمود وغي فقادان ألا هوي بعدا فقاشو لسمود هير سمود وغي فقادان أما لسمود ألا هو بعدا فقاشا يا لسمود أسقنا تنادي كرتا سيدي مارت ياتي وهرو كلا واي هل خاص مركا وحانا او دمادي قصدي سدحات او مارت يا قوم سمود يا نبي الله صالح لو سو دري ايا نوغو دمادي قصدا كلو ميشا انو كغيرينو وها وهي بشارتي نبي الله ابراهيم لو بشاري هاي يا قصدي نبي الله لوط يقوم كيسي ايا نو غلي دونا أصيّا شيطا سبحانه قادين إن عشر كين الضنبو هذا عشر كين إنت سوكو إغيهي والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.